تمهيدي لكل الذين انضموا إلينا مؤخرا في هذا المشروع العظيم. طيب، إذا أنا الآن الخطوة الأولى أنني دخلت إلى حسابي في المدونة، وجدت عندي عددا من الجذور المسندة إلي حتى أقوم بتحريرها. أضعكم في صورة القالب الحقيقي الذي يعني نضعه لكل خطة في عمل الجدول. يعني أعطيكم صورة كاملة عن القالب الذي لا بد من صناعته لكل جدول قبل أن أبدأ في المنصة. هذا القالب سيكون بالنسبة لي هو عناوين عريضة. من صلب المنهج، من صميم المنهج. لكن كيف سنملأ هذا القالب؟ كيف سنملأ هذه الأفكار؟ سيشرحه لنا الخبير الدكتور رفيق سلمس. إذا أنا سأعطي القالب، ونرجو التركيز على هذا الأمر. تنويه مهم أيضا، لا داعي لأن تكتبوا، لا داعي لأن يعني تنشغلوا الآن بأن سأكتب هذه الفكرة ربما أنساها، ربما يعني لا أستطيع أن أتذكرها فيما بعد. لا تنشغلوا في هذا الأمر، لأن كل ما سنشرحه موجود في ملفات ستصلكم إن شاء الله عبر الزملاء في المجلس العام. إذا كل ما سنحكيه في هذه الدورة هو موجود، وطبعا سيتابع معكم في قابل الأيام الخبراء الذين يشرفون على كل أعمالكم، وسيجيبون على الكثير من التساؤلات. سنقرأ المنهج مرة واثنتين وثلاثة، وسنطبق الخطط على كل جذر، وسنتعثر وتنجح معنا الأمور. المهم أن نتواصل مع الخبراء، أن نستفسر عن كل ما هو غير واضح، تتضح لنا الصورة ونكمل العمل على هذا الأمر. هي من تنظيم مشترك بين المجلس العالي للغة العربية ومجمع اللغة العربية بشارقة، وتحت مرافقة علمية لاتحاد المجامع اللغوية العلمية ومقره في القاهرة. هي تأتي دائما في إطار تحيين المعلومات، في إطار كذلك مرافقة هؤلاء الباحثين الأقدمين من أجل مراعاة المستجد على مستوى المنصة. هذا من جهة. من جهة ثانية مراعاة كذلك ما له علاقة بفقه اللغة، ثم يعود إلى المرافقة التي تقوم بها اللجنة العلمية من أجل تحسين الأداء. إنه في كل مرة ربما نكتشف بعض الثغرات، نحن نعمل على سدها من أجل أن نتحسن. وتلاحظون بأن منجزنا في السنة الأولى 2019 هناك بعض الثغرات البسيطة، لكن في 2021 طبعا استدركنا الكثير من الهنات وترقينا أكثر. في السنة الثالثة، هذه السنة بدأت 2022، ترقينا أكثر. لماذا؟ نظرا أنه في كل مرة نضيف أشياء، ثم نبدع في أشياء، ثم نتغاضى عن الهنات التي وقعت. لأنه الباحث دائما هناك أحيانا بعض الثغرات تعلق نتيجة عدم السيطرة على المنصة، لأنه القضية في الحقيقة في المنصة. عندما نتحكم في الجانب التقني، لأن المنصة موجود فيها كل معلومات، لكن ذكاء الإنسان كيف يستعمل المنصة استعمالا جيدا بمراحل خصائص هذه المنصة على وجه الخصوص في قضية الترتيب. المنصة تعطيك المعلومات.